أما ما كانت علي بينه وبين الصحابة عند أبو بكر وعمر، أذكر موقف لكل واحد من الثلاثة، أبو بكر وعمر وعثمان، ثم أذكر وفاته وأختم. أما أبو بكر الصديق طبعا المواقف كثيرة، أنا ترى ما ذكرت ربع المادة التي أحضرتها. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان جالسا مرة في مجلسه، في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر موجود على يمين، على يمينه، على يساره النبي صلى الله عليه وسلم، هو على يمين النبي. يقول فدخل علي والمجلس ممتلئ، فنظر إيه، سلم علي وجلس يناظر. يقول فنظر فلم يدور مكان، لأنه من باب فليجلس أحدكم حيث ينتهي به المجلس. قال فنظرت فإذا بالمجلس مليء. قال فنظر إلي أبو بكر، فقام أبو بكر فتنحى، أبو بكر على يمين النبي، يقول فتنحى يمينا أو يسارا وخلى فراغ بين الرسول وبينه، فقال تفضل يا علي. يقول فجاء أجلسني بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، والمواقف كثيرة، لما مات أبو بكر الصديق بكى، وجاء من أراد أن يلمز في أبو بكر الصديق وهو يقول رحمك الله يا شيخ الإسلام. قال له واحد من عوام الناس من الكوفة، قال أتترحم على هذا؟ فأنت أحق منه، يعني بالخلافة. قال لا والله، لقد سبقني رضي الله عنه بالإيمان وبإفشاء السلام، وأنه صاحب جدي في الغار، وسبقني أن جدي محمد قدمه يصلي بنا ونحن أحياء. يوم مريض النبي ما قدم إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا. والمواقف كثيرة. أما عمر بن الخطاب فقال علي فضله رسول الله علينا بثلاث خصال: أعطي الراية يوم خيبر وهو يحب الله ورسوله، وقال له النبي أنت لي أو أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وأما الثالث أنه زوجه ابنته فاطمة رضي الله عنها، وكان قاضيا في عهد علي رضي الله عنه وأرضاه. وهو الذي أشار على عمر أنه يروح إلى فلسطين يستلم مفاتيح بيت المقدس. الصحابة قال لا تروح يا عمر، لأن ذهابك فيه خطورة عليك. فقال علي بل أشير عليك أن تذهب. ليش يا علي؟ قال لأن الأمة إذا علمت اليوم وعلمت بعد موتك أن أمير المؤمنين هو من أخذ مفتاح أو مفاتيح المسجد، علم الناس قيمته ومكانته. فأشار عليه بالشور الحق، وغيرها من المواقف التي بينهما رضي الله عنهم جميعا. وأما عثمان رضي الله عنهم أيضا جميعا، فعثمان لما حوصر في الفتنة التي حدثت كان أول من دافع عنه علي وأبناء الحسن والحسين، وكان علي يقول لعثمان يا أمير المؤمنين ائذن لي بأن أقاتلهم. قال لا، قال يا رب اللهم فاشهد أني استأذنت أمير المؤمنين أن أدفع عنه فمنعنا، فالتزمنا أمره وقوله طاعة لله ولرسوله ولولي الأمر فينا. وغيرها من المواقف التي فيها من الحب الكثير.